يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال إن الجن الذين استمعوا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم من الصحابة لأنهم آمنوا به عليه الصلاة والسلام؟ هو تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لكن الجن ما نعرفهم، الصحابة نعرفهم من الإنس، لهم تراجم، تراجم الصحابة في كتاب الإصابة وسيد الغمامة وغيرها من كتب التراجم، أما الجن ما نعرفهم ولا نراهم. نعم، لكن نؤمن بوجودهم، ونؤمن بأن منهم المؤمن والكافر، ومنهم المطيع والعاصي، كما يأتي في هذه السورة: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فمنهم الصالح ومنهم الطالح، منهم المؤمن ومنهم الكافر والمنافق، مثل الإنس. نعم.